أمنيتي أن أشوف سيد علي السيستاني وأشكر منه. على سرير الشفاء تحققت الأمنية والدعاء بعد أن كان لجنات طفلة 9 سنوات حكاية مع المرض طويلة متعبة مؤلمة، لكنها مؤمنة بالفطرة وبلغة البراءة تلك المزروعة في نفوس العراقيين أن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني نهج الإنسانية بعيدا عن ضوضاء السياسة أو ما يعبث بها. تلك هي الرسالة السمحة وتلك هي الكلمة البريئة الصادقة تخرج من قلب جنات إلى العراقيين أجمع. قعدت شوية سيد علي السيستاني، حسيت ألم جسمي كله راح، وأنا كانت بطني تأذيني، لكن بس دخلت للسيد راح الوجع كله اختفى. يعني حسيت نفسي أنه أنا خلاص طبت، يعني ما أحتاج أي علاج، لأن حسيت نفسي طبت. أي ألم هاي صارت عندي طاقة، لأن شفت إنسان مميز، لأن شفت إنسان مميز. الرسالة التي أرادت جنات أن توصلها أوصلتها، ومضمونها شكر على مبادرة ليست الأولى من نوعها، بل هي جزء لا يتجزأ من مواقف مستمرة للعتبة الحسينية المقدسة ولما يريده السيستاني في أن يكون للفقراء والمحتاجين والمرضى دعم مستمر، سيما مرض السرطان الأشد فتكا في جسد كل مريض به. المبادرة التي قامت بها العتبة الحسينية في توفير العلاج المجاني في مراكز مؤسسة الوارث الدولية لعلاج الأورام لجميع المراجعين لمدة 20 يوما كانت مفتاح الأمنية التي أرادتها جنات بعد زيارة الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى الأطفال الراقدين في المستشفى، ليوصل الأمنية إلى النجف وتلقى الرد بإنسانية كبيرة من المرجع الديني على طلب لقاء مجموعة من الأطفال المصابين ليمسح على رأس جنات ويدعو لها بالشفاء كرسالة إنسانية أن يكون العراق واحدا موحدا ليواجه كل الصعاب.